فإذا لم تكن من أهل العلم والعمل في الدنيا ما تجيب لا في القبر ولا يوم القيامة. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يسألون يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنتم تعملون، ماذا أجبتم المرسلين. جاء في الحديث أن القرآن يأتي لصاحبه في القبر، يأتي لصاحب القبر فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرتك في الليل، يعني لاشتغالك بي، فأنا لك يعني الآن معك، ويشفع له يوم القيامة ويكون من أسباب ثباته في القبر. لكن كون الإنسان يعرض عن القرآن ما همه إلا القيل والقال، وما همه إلا هالأجهزة التي ابتلي بها الناس حتى شغلتهم على العياذ بالله عن تلاوة القرآن يوم الجمعة. أنا رأيت ناس يوم الجمعة وقت تلاوة القرآن مشغولين بالجوال يتابعون برامج خارجية عند كفار، وأشياء غريبة وأشياء فيها فتن وشر، وهذا خطير والله، خطير جدا. فإذا صرف الإنسان عن القرآن معناه أنه صرف عن الخير، ولا سيما إذا نسي القرآن بسبب انشغاله عنه بغيره فهذا خطير. قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن هذا مهجورا، نعوذ بالله. يشكوك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الله بسبب هجرك للقرآن؟ إذا كان خصمك الرسول صلى الله عليه وسلم وخصمك القرآن كلام الله، ما أدري والله عن فلاحك، عياذا بالله من هذا. فالوصية لنفسي ولكم تقوى الله عز وجل والعناية بالقرآن، وأن يكون أقرب شيء إليك المصحف، أقرب شيء ليدك، والقراءة أقرب شيء لذهنك تستحضره متى ما أردت، قليل أو كثير، المهم أنه يكون حاضر في قلبك متى ما أردت تستحضر وتقرأه. كيف والحرف الواحد لك عليه 10 حسنات، ألف لام ميم لك 30 حسنة، والقرآن حروفه أكثر من 4 ملايين حرف، فإذا ختمته مرة كم لك من الأجر؟ فإياكم والغفلة، إياي وإياكم والغفلة، فإن الغفلة حرمان، والله تعالى لا يحب الغافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا، والذكر أعظمه القرآن العظيم.